السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلاً يلا انضموا. السلام عليكم. ليكم وحشة. توحشناكم. اول حاجه قولوا لي الصوت واش مزيان. مالك مخلوع؟ مالك مرتاح؟ الفا داخل سخون. اول حاجه قولوا لي الصوت واش مسموع. تيست. الله. اب الا كان الصوت مسموع اكتبوا لي اب. اكتبوا لي اب الا كان الصوت مسموع. اكتبوا لي اب. اب. مرحبا ناس الغزالين. مرحبا طارق. مرحبا خويا. انفيت. مالك مخلوع؟ مرحبا الخوت. مرحبا. مبروك علينا. مزيان كتسمعوا مزيان الصوت؟ صافي اذا كيتسمع مزيان. فدابا غندخلوا المعقول ولكن بغينا نوصلوا واحد 2000. كلشي بارطاجي الخوت اول حاجه. ودابا انا شحال هادي ما شفتكم وشحال هادي ما شفتوني فهادشي ديال اللايفات وكذا، فخاصنا نطلعوا لي في واحد شويه. فكلشي بارطاجي نوصلوها بعدا نوصلوها ل 2000 باش ندخلوا في الموضوع. بزاف ديال الرسائل وصلوني على ديك الراقصه هويام. هضر لنا على الراقصه هويام، فضائح الراقصه هويام، داك الشطيح ديال الراقصه هويام، بعض الفنانين اللي ركبوا على القضيه ديال الراقصه هويام كذا سميتو. عندنا ايضا نهضروا على الرجاء العالمي والفوز ديالو. الف مبروك لكاع الرجاويين. وغنقول واحد اللعيبه مهمه جدا لاحظنا انها كتقال، زائد نهضروا على الجديد. فكلشي بارطاجي بالرجوله. فين صاحبي ما كاينش شي دور منكم معاك. خير رشيد شعواني مرحبا. مالك ما مرتاحش. غنديو لك البطوله بالرجوله وما غتادى ما والو. غتادى رجعتي للور درتي الديفونس. مالك ما مرتاح؟ شوف غير كنضحكوا. مبروك للراجع العالمي. اول عام وقيله البطوله كانت فيها شويه ديال الحماس وشعله وكذا، وهادي هارد لاك ياك هي هذيك هارد لاك. الفريق الوداد البيضاوي قدم بطوله رائعه، الجيش كذلك، بركان فريق اللي هو استثنائي وقدم واحد البطوله واعره. البطوله هذا العام هذه كانت شعله. واش حيت ارتاحوا في الفتره ديال كورونا والحجر الصحي وشبعوا ما كاين غيرها؟ ما كاين غير اش منك يا بداس، واش منك يا شوال. المهم داكشي كان مزيان. فالف مبروك الأميرة عواطف خلاتك ورا كتخلي راه سميتك عواطف. سمعتيني؟ كانت بطوله مزيانه الحمد لله. واحد كيفوز فهنيئا للجميع بلا سبان بلا والو. بعض المواقع اللي كنشوفوا فيهم وصلنا ل 2000 اللي دبروا على بعض المواقع اللي كنشوفوا فيهم بانه كتنوض البلبله والسبان وهادشي ماشي من شيء من الناس اللي عندهم روح رياضيه. فجوج فرق لعبوا، بزاف ديال الفرق لعبوا، ماشي غير الرجاء والوداد. كما قلت لكم راه الترتيب راه باين. اللعابه اللي قاموا بال يعني اللي تقاتلوا وقاموا بادوار بطوليه، فائز واحد اللي كيكون لان اخر عاوتاني تقدر تفوز الرجاء، يقدر تفوز الوداد، الجيش، ويا غاده. فتحياتي للجميع وبلا سبان، مابقيناش بغينا نشوفوا داك السبان والتنمر. نرجع لواحد الموضوع مهم الخوت اللي هو الراقصه هويا الشطيح. عرفتي حنا المغاربه ماشي كلشي بطبيعه الحال، حيت كاين شي وحدين على القرص حاضين الاغلاط. بزاف ديال المغاربه كينافقوا، باش نقول منافقين تبان قاصحه شويه، كينافقوا اعلاميا. وهادشي ديجا كنت هضرت عليه الفيسبوكي المناضل المنافق. ف كندخلوا نتفرجوا في السيده الراقصه هويام وهي كتشطح وهي كذا وكذا، وكنكملوا الفيديو كتكمل الفيديو حتى الاخر باش تعرف
المونتاج كيفاش داير، ملي كتسالي كتقول لا حول ولا قوه الا بالله، هاد شوف خيخ هادي والله الا عيقات علينا وكذا، واش هاد الفضايح هاد، واش هاد كذا، ولا دير ابوني، علاش دير جيم 19 مليون ابوني ولا 19 مليون جيم، وكتقول والله الا انت شوف شنو كتوصل لينا هادي وكتشوه بالبلاد وكذا والعراء، وهادي انت اللي عطيتيهم فرصه باش يديروا هذاك الشيء اللي انت في نفس الوقت كتقول لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم ان هذا منكر. انا ماشي رجل دين باش نبدا نقول لكم لا داك الشيء ما حرام وكذا، ولكن انا نقول حاجه وحده، انا شنو فهمت من هذيك القصه، فهمت ان واحد السيده ملي كانت محتاجه هضرات في الانترنت ما كاينش اللي تسوق لها، من تعرات كلشي تسوق لها ودارت البوز. اذا حنا الشعب ساهل جوج الحوايج، بغيتي دير البوز غادي دير شي فضيحه، ملي دير فضيحه عاد غتوصل القضيه ديالك وكتوصلها بالمقلوب، حتى كتفضح وتشوه عاد كنبداو ونتعاطفوا نديروا معها قناه وكذا وهذه، وكون عاونوها ربما بزاف ديال الناس، واخا انا ضد بين قوسين المساله ديال انه ندوزوا في واحد القناه باش نطلبوا كذا، حيت كاين حيت الفقر، الفقر ماشي عيب، العيب هو نجلس نربع يدي وما نخدم ما ندير والو. انا كنعرف مكافحات اللي خرجوا يخدموا كذا وخدامه فاند ميناج وخدامه، والله يحسن العوان في هذه الفتره المغاربه كلشي واكل الدق بدون استثناء، كلشي واكل الدق في هذه الفتره ديال كورونا، فالله يحسن العوان. غير هو باش نخرج ونبين السعر الجسم ديالي وكذا وهذه، باش نقول بانني غنكبر وليداتي، انا ما كنشوفهاش دابا، كنشوفها في عن بعد من غيكبروا دوك الوليدات وغيشوفوا دوك الفيديوهات باقي في الانترنت وغيشوفوا كذا وغيشوفوا بزاف ديال الحوايج، كتبدل النظره كيف ما بغات تكون، يكون السبب ولا لا كوز كتبدل النظره، لا ما كانش خاص، كاين طرق اخرين، سيرتو ملي يكتشفوا بانه كاين حوايج اخرين، كاين الناس اللي كافحوا، كاين الناس اللي بداو من الزيرو، كاين الناس اللي بداو تحت الزيرو، فبزاف ديال البنات كيكتبوا الله يحسن العوان، بصح الله يحسن العوان. داكشي قلت لكم انا في الاول ما غاديش ندخل في لي ديتاي ديال واش حرام واش ما حرامش واش كذا، ما كانش غير الشطح، ما كانش، انا كنهضر غير على المغزى من هذا الموضوع، هو انه علاش حنايا نصيبوا الزبال ديما خضراء ديما خضراء ديما خضراء. شوف لا شوف كورة صافي سالات البطولة، الله يسهل على الجميع، غيمشيو تريني ويشدو العام الجاي ان شاء الله بطولات كذا، كاملين غادي يقدموا ان شاء الله مقابلات مع 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 فرق خارج ارض الوطن، هذا موضوع. مي خلينا نهضروا في الطوندونس المغربي، بصح راه كارثة عظمى الطوندونس المغربي، وفضيحة وفضيحة فضيحة الطوندونس المغربي، حنا اللي خلينا الطوندونس المغربي يكون فضيحة. واش خباركم بان ليماج ديالنا ولات هي ليماج ديال شوف خيخي، هي ليماج ديال شوف خيخي، قانات على قدها واخدا واحد الدعم كبير، علاش؟ باش انها تريطي لينا مواضيع جنسيه، مواضيع خاصه بالفراش. انا واش نخاطب السيد منشوف تي في مباشره، مي غنهضروا واقعيين، واش هاد المواضيع ديال الفراش هما اللي كاينين عندنا في المغرب؟ شنو نستافد انا لا عرفت راجل مع مرتو ما مرتاحينش في الفراش، شنو نستافد انا لا عرفت راجل يمارس العنف الجنسي على مرتو في الفراش؟ شنو الاضافه ليا انا كمغربي مواطن كتسنى من قناه انا تنشر قضايا ديال المواطنين، تهضر على السياسيين تزيرهم، عرفتي الصحافه برا كي دايره ولا، وكتزمط ليا السياسيين، كتزمط ليا الوزاره، كتزمط ليهم المقعد، خونا ما كيبقاش يتفتف، ما كاينش الاغلاط، ولكن حنا الصحافه ديالنا متفننه في الفراش. زوجتي خانتني مع جارنا، لقيت فيديوهات ديال زوجتي بورنوغرافيه في الانترنت، ايوا دبر على اقتصاد المغربي وقعت هاد الكارثه هادي. ماشي هو هذا الاعلام، ماشي هو هذا دور الاعلام، ماشي هو هذا دور الاعلام. مالوروزمون السلطه الرابعه عاد زيد اعطينا حلول من عندك، عبدو صاني حلول اخويا هو ديزابونا من ديك القناه، واخويا تجمعوا كاملين وديزابونا من ديك القناه، اعطينا حلول من عندك، انت قلتيها حتى العثماني عاد تقول لي انا حلول ما لقاهم، حتى كبير البلاد ما لقاش الحلول، قال لنا اين الثروه، قال لنا سميتو الدوله ما بقاتش قاده تهز المواطنين في الفتره ديال الكورونا، راه صعيب نلقاو حلول في هذه الوقيته هذه، وعاد تجي عند المواطن ضعيف مثلي يعطيك الحلول، شوما ماك مخلوعش تخرجي
فالبلان ديال الرقيصه هويا من وجهه نظر ديالي انا عطى طاير واحد المعنى اللي هو كاين عندنا في المغرب. يعني خرجني انا خرج لي بعدا باستفاده هو انه ملي كنكونوا كنوصلوا واحد الحاجه سواء طلب دعم سواء بعدا عندنا واحد المشكل ما فهمتش علاش الناس شي حاسد شي على لي شين يوتيوب اكثر من 5 مو دابا بلوك ما فهمتش علاش عندنا مشكل بعدا في القنوات. بعض المرات كنشوفوا شي واحد مثلا داير شي قناه وكنبداو لا ويربح منا وكذا دير قناه اخويا انت علاش ما نعاونوش بعضياتنا غادي يدير قناه وغادي يدير قناه وغادي يدير قناه وغادي يدير قناه دير البطاله نعاونوا وزير الشغل يرتاح شويه راه مخلوع. عبد الكبير البلهوان خليك معنا اخويا كتخسر الهضره خاصك تمشي تربى يلا باي باي خوت لي غير خسر الهضره غير حيدو انا ناقشني بفكره هضر زوين. ايوب الهدادي وانت باش كتفيدنا ودابا ايوب هذا داخل عندني وقال لي وانت باش كتفيدنا سمحوا لي كنقرا الكومونتيرات الخايبين غير باش نحيدهم بالزربه الزوينين رانا كنعرفكم وكنشوفكم لا يخطيكم مشكله خير عندنا الناس هما اللي كيقلبوا على بحال هاد المواضيع كاينه شحال هادي خاص الدرس الثقافه الجنسيه في المدارس خويا لا درسنا الثقافه الجنسيه في المدارس مشكله غتولي تسمع اغتصاب الساده تعدي كذا حيت حنا ما غنشدوش بالثقافه الجنسيه حنا غنشدو غير تي بي طرافو براتيك. خويا عندي لك واحد الموضوع الا بغيتي تطرحو نطرحوه اما خويا العسيري محمود بغيت نقرا ميساج ديالك اخويا في تخسر الهضره حشومه الله باي باي كانوا صحاب غدا حتى خيا انا خويا سلام هادي عادي الميلودي عمل فيها خير. شوف عادي الميلودي ولا اي فنان اللي هو دخل في القضيه هادي فالا كان بحسن النيه فمزيان مزيان الناس بغات تعاونها كذا خافت عليها ناضوا بعض الراقصات قالوا لها راه الشطيح ديال الليل صعيب فهمتيني راه ما يحس بالمزود غير اللي متربي وبصح نيت بصح نيت كاين شي حوايج صعاب راه ما يعرفهم غير الناس اللي كاينين فيهم. فعلاش حنا غنوليو كنمشيو بهذه المعادله ديال انه الا كانت فضيحه حنا راه غنتفرجوا الا ما كانتش فضيحه حنا راه ما نتفرجوش ديما كنقولها المغاربه العزيز عليهم نشوفوا من طايفه برا ملي كنشوفوا شي طايفه نايضه وشي ستانايت شنو كنديروا كنمشيو كنجريو كنتجمعوا كنشوفوا شكون ضرب شكون مالو والو كذا ولكن كنتفرتكم من بعد وكنخليهم بحال هكاك هما اللي كيمشيو للسبيطار هما اللي كيمشيو للكوميساريا حنا غير كنتفرجوا حنا متفرجين غنساليو غنمشيو بحال جمع الفنا كنمشيو لواحد الحلقه مجموعه كنساليو لواحد الحلقه هادي نمشيو لهادي مجموعه نعاود نساليو نمشيو لواحد الحلقه مجموعه والله يحسن العوان هذيك السيده الناس اللي كيسبوها بلا ما تسبوها الاخوان بلا ما تعيروها بلا ما تعيروا العرض بلا ما تعيروا راه المساله ماشي غير سطحيه راه كاين داكشي نفسي راه يقدر يكون عندها شي ضغط نفسي اللي ما كاين حتى شي واحد يقدر يكون فهمتي راه بنادم الا بقينا كنديروا عليه الضغط راه يقدر يفرفر ولا فرفر توقع منه اي حاجه يقدر يديرها. كاين شي رجاويين هنا بعدا سدوان تي تو في ريزون بور لا دي جون مي elle se trouve que le récepteur est déjà abruti c'est le peuple était d'un certain niveau cette pression la connerie oui كي جات كونفرنسي الاخوان تحيه لاحسن امين في العالم الله يكبر بك الله يكبر بك معاك خير معاك بلا ما يحتاج شي واحد يقول لي ترجم ليا ولا شي حاجه بتحط نفسي في مواقف بايخه بعد النظر في مواقف عربيه في المراه والطفل حيت ضروري شوف القضيه فكرتيني في الطفل لاحظنا بانه ولات المساله ديال الاغتصاب ولات بحال شي شريب ما عندنا في المغرب ديال الاطفال والنساء والبنات ف كنتمنى من القانون المغربي يعيد النظر في المساله هذه ويضرب من حديد على بيد من حديد على هاد المجرمين اللي ولاو واخدين هاد الامور شكون كان شكون الاعدام عندنا زعما في هاد المساله هادي والله لا عاودتي شتي الاغتصاب والله ويطبق الاعدام في الاغتصاب على الاطفال والتعدي عليهم والله لا بقيتي شتي شي حاله
ولم يخرجوا هذه يقول لا قاصحة وحنا كاين قانون وكذا. لا اسمح لي خاص يكون ولدك باش تحس بداك الالم. اختي امينه قالت لك فعلا عندك اكتئاب تعبر عليه بطريقه كذا. واخا دير واحد المساله قبل ما ندخلوا في الموضوع ديال الجديد، اللي عنده شي سؤال يطرحه. وجهه نظركم فيما يخص دعم وزاره القدم على ان فرقه اسر موح استفادت. مرحبا زوينه اللعيبه امين حميد. اول حاجه لاول مره الفرقه ديالنا غادي تستافد من الدعم. باقي ما شدينا والو بعدا باش نكونوا فاهمين. الدعم اللي هو بالنسبه لي انا نقولها مع احتراماتي لكاع الفنانه ضئيل جدا، بحكم اننا فرقه كبيره. العدد ديالها كيوصل ما بين الممثلين وما بين كذا حتى 15 واحد. 15 واحد عاطينا اربعة د العروض وواحد الثمن اللي هو ضئيل. راكم شفتوا انتم ديجا كاين في الاعلان. كنظن بانه على اين. الحمد لله الحمد لله. والناس راه كيعرفوا باننا كنقدموا الجديد. ودي وقيله المسرحيه الجديده من بين المسرحيات الجداد الوحيدين اللي كاينين في داك البلانين كامل هي ديالنا حنا. ولاول مره في مده ديال 4 سنين وحنا كنتقاتلوا غادي يجينا دعم بلا ما نهضروا على الاقصاء من التلفازه بلا ما نهضروا على بزاف ديال الحوايج. المهم حنا مقاتلين من جيوبنا. وخاصكم تعرفوا واحد القضيه، عرض باش يطلع عرض غير في مسرح محمد الخامس. مسرح مش كيتكرا محمد الخامس، كيتكرا 3 مليون كيتكرا صافي. حتى اللي ولي بقى بلا ما نقول لكم شنو كيوقع. ميغاراما بخمسة هذا، يعني الا ما كملتيش من جيبك وما جاش الجمهور صافي غضرب عرض وغدير الفراشه حدا الترام. نستحق الدعم كلنا، نستمتع بما تقدمون لاختك اختي امينه. شكرا. تحياتي اخي رضوان كلام في صالون لاختك اخي ايوب. يوسف واك مالك اخويا مخلوع انت دابا حيت شكرت الراجا بقى فيك الحال. وخو دخلتي كتسبني حيت انت ودادي، وانا ما سبيتكش انت ودادي. راه الوداد عزيز علينا والراجا عزيز علينا وكاع الفرق عزيز علينا بكل روح رياضيه. الراجا دات البطوله علاش غتخلع؟ واحد سولني سؤال واجب، شحال بعتي الماتش؟ فين هو رضوان اسرموح اللي كان كيدوي على مشاكل اجتماعيه وكيخرج فاس المسؤولين؟ خويا مراد السلاوي، انا نقول سميتو باش تعرفوه مزيان. خويا مراد السلاوي الماتش كون بعتو كاع ما ندير لايف دابا، كون راني مريح في شي قصر استمتع بالمالديف واستمتع بكذا. المشكل اللي كاين هو انني ملي كنت في المحكمه 7 شهور ما جيتيش. نشد من الكاسكيطه تشد بوحدو ما تشدتيش معاه، نشد المداوي تشد بوحدو ما تشدتيش معاه، نشد الزبزابي تشد بوحدو ما تشدتيش معاه، نشد بوحدو نشد بوحدو ما تشدتيش معاه. ولماذا تبيع العجل؟ لماذا؟ مشاكل اجتماعيه وكان كيخرج فاس المسؤولين. دير كاميرا وخرج فاس المسؤولين وتبارطاجي لخويا على الراس ديالك خويا مراد. تستاهلوا شي حاجه اكثر من الدعم اخويا رضوان. الله يخطيك الحبيب الله يكبر بيك خويا محمد. فرنسا تحيه خود خوك من فرنسا الله يكبر بيك. الناس السياحه ولا تبيع حوايجهم. الناس كيبيعوا حوايجهم بصح بصح، اقسم بالله العلي العظيم. لهذوك الناس اللي هما دايرين كيخدموا في العراس وكيخدموا في التريتورات و الناس كتبكي في صمت. سامر بخير هاني. الناس كتبكي في صمت. الناس باعوا الكوامان كمان جات ديالهم، باعوا الماتريال، اللي باع لورد، اللي باع البندير، اللي بقى اللي يبيع شي كلوه. حتى كلوه الناس ولات ولا تبيعها، طاح عليها البق كانت تساوي الفلوس واحد 5 مليون. الناس كتسول الناس كتسول الناس كانت العصافات كورونا انتظارا من ان واحد النهار غيجي وغتفرج القضيه والدوله غتعقل علينا وكذا. ايوا كنتمناو كنتمناو الدولة تعقل علينا. ولكن انا دابا تعرات عاد بنادم غادي يطلع دار. هاد البلان ديال هادي زوينة هادي، قال لك في الاول فاش دازت مستورة ما كاينش اللي عاونها، ودابا منين تعرات عاد بنادم غادي يطلع على دارها فين كاين الميلودي. عرفتي علاش دابا عاد بانت الميلودي وبانت الفنانة اخرين؟ اللي كنحتارم انا بطبيعة الحال هاد لوجيست اللي دارو
حيت دارت البوز دابا من تحرات ديك السيده الراقصه وهي يلا دارت البوز تتحرات حيت قبل كانت ربما واصله واحد 10000 في ملي كانت مستوره وكانت كتهضر كانت 10000 في ولكن من تحرات ربما استعملتها كميثود هذه في اخباركم درتها واحد المره انا شحال هذه في جديده كان واحد الدري رابور كيخدم وزوين كان كيكتب زوين ما كان كيشوفو حتى شي واحد المنتوج ديالو داكشي ما كيوصلش مقاتل في اليوتيوب كذا هادي مسكين ما فحالوش وانا نقول ليه شوف غندير واحد استراتيجيه زوينه وهاد اللعيبه هادي اول مره نقولو حصريا وبغيتي الا كان كيتفرج مومو ولا سعد المجرد غيعرفوا البلان كيفاش داير هضرت مع هاد الولد هذا قلت ليه شوف غتجي غندير واحد المساله غنخلقوا واحد البوز واحد البلبله من والو غدير فيديو ديك الساعة شعل مجرد يلا دار انتباغية واحد ومفرقة قلت لي غدير فيديو غنهضرو فيه على سعد مجرد وكأنه صديق ديالك وخدالك انتباغية واحد هي فكرة ديالك وكا وهضر سيريو صاحبي وكذا وما خلينا ما دوزنا وخالتي نسها وسميتو وعمي البشير دار فيديو شعل الكاميرا كيهضر السلام عليكم تحية معكم فنان كذا 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 الفيديو في نهار واحد ضرب تقريبا 200000 200000 في ديك الوقيته راه بزاف هادي سميتو مومو سمع داك البلان كان هو دي جي فون سمعوه دوزو في الراديو من دوزو قالوا كنتحداو هاد الولد هذا يجي عندنا سميتو يجي عندنا للراديو نشوفو البلان هذا كيفاش دالي تاع مجرد التراك ديالو وما كاين والو بطبيعه الحال هادي راه مساله بروباغندا كنا بغينا نشوفو البلان فين غيخرج فالسيد غد ليه درنا فيديو اخر مومو خليك بعيد مومو خليك بعيد كذا صديق وديجا تلاقينا وشحال من مره تحاولتو عارفني بانني كنكتب مثلا مجرد وكذا خليك بعيد دير جيفان انا ما كنهضرش معاك من اخر فلاش وقع ليا معاك وكذا وهادي وهادي المهم بلان طلعه كما كنقول عيطوا ليه باش يجي للراديو قسما بالله الى تقريبا ضرب 10 سنين هو كيدير في الراب وكذا وقاتل وهادي ما عمر شي واحد عيط ليه منين دار هذا البلان هذا عيطوا ليه في الراديو مومو قال لهم يجي الدري هذا يجي ونشوفوه كذا انا شنو كنت قلت ليه سير ومنين توصل تما تقول لي مودي هذا الشيء راه درتو غير باش نشوف شنو اللي غيخلي فلان يتعرف في المغرب واش لار اللي كندير والخدمه اللي كندير اولا التخربيق والبوز وهذا مضارب مع هذا وديك الساعه يلاه كان دوك المضاربات ديال الساتي والداو دي كانت واحد الروينه في الانترنيت كانوا معروفين الشعبي كيضاربوا مع بعضياتهم وعيطوا ليه وقلت ليه سير وما قدرش يمشي قال لك خفت الامور تطور وكذا وهذه وهذه دابا كون مشى غايقول لي مودي كذا وحنا كنضحكوا كاميرا خفيه وكذا وهاد الديسك ديالي وغايولي معروف علاش حنا ما كنعاونوش الناس اللي عندهم برود ملي كيكون عندهم نقي اولا الناس اللي عندهم قضيه معينه في المجتمع ملي كتكون عنده ديك القضيه في الاول ديالها حتى كتوقع شي فضيحه وكتوقع شي رونه كيهضر على سعد مجرد بحال اللي كيهضر على بنو تميمه حتى مالكم على هذا المرض صاحبي وحنا كنهضروا على فنان مغربي علاش دابا انت حيتاش انت حاسد ربما هو داير كارير وانت ما درتي دابا انت تبقى حاضر بحال هكا في كومونتير رايك زعما تحتفظ به عندك على سعد مجرد بنو تميمه على هو هذا فنان مغربي اللي مثل الاغنيه المغربيه ودابا تلقى دابا البورطابل ديالك عامر كامل سعد مجرد ومريح حتى انا ماشي ساهل اللي كاس الراقصه مايا الله يحفظك كتفاجئني كتفاجئ علينا في هذه الازمه ديال كورونا ادريس وداد سير احسن وجهك ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله يخرجوا لنا فلوس الدعم احسن لهنا احسن طواب قلنا نشريو ريحه نخلصوا قهوه كنديروها بكريدي قال لك الصراحه خربقه تصفى مالوروزمون الى قالت البلاد معمره البلاد ديالنا نضيما في هذه البلاد ويا مواطنين كذا كذا السلام عليكم سلام خويا والله انا بريت
البراكه ما كتجاوبش المتابعين، واش البراكنه ما كتجاوبهمش واخا من متابع؟ حاشا ولله ولا في الاول تحيه للناس ديال البركان، ما سمعتينيش واقيلا ما دخلتيش في الاول. ايوا راه كتجري وطال مره مره. انا الا درت لاشين كندير داكشي نقي، ولكن حتى واحد مسوق ليا كلشي كيقلب على الفضائح. غدير فضيحه غتهرى غتشطح واحد شويه غتعيط لك شوف تيفي غدوز فيها غتشهر ساهله باش تشرف المغرب. مالك غير دير فضيحه خمسة دقائق او لا خمسة الفضائح وغادي تبان جديد العرا اون بلان بيبليك انطلق يا شوف راه كاين شي وحدين راه كيديروا فضائح على راسهم واش كونوا فاهمين. اقسم بالله لا في العالم البروفيسيونيل كاين واحد كيجي كيخلص واحد كيقول لي شوف تخرج وغادي تفرج عليه في الانترنت غادي دير وغادي دير وغادي دير وغادي دير صافي واحد لقيته وغنتصالحوا اولا غادي نحلوا المشكل وكذا وكيدير فضائح وكيعيط للصحافه هنا وكيدير بوم. كنقولوا حنا والله الا فلان شي على فضيحه دار وصوروا عريان كيبدل سروالو. واش كاين شي جديد؟ فوالا الجديد هو انه قريب ان شاء الله في الاسبوع هذا غيخرج واحد التراك شي حاجه اللي بغيتكم تسناوها بفارغ الصبر، شي حاجه جديده، شي حاجه على خطى المتنبي، غير هو جديد بستيل جديد ونبغي كلشي يتسناه. الموضوع صافي هذا الموضوع كيخص التنمر اللي ولينا كنشوفه في الانترنت والتفاهه اللي ولينا كنشوفه في الانترنت، ولكن بشي حاجه مزكه بشي حاجه نايضه. فاول تراك لعبد ربي وما نكونش بوحدي نكون فيتشرين كنخلي لكم مفاجاه باش تعرفوا شكون غادي تحط ان شاء الله في هذه السيمانه. داكشي ما عاودش تواصل معايا داكشي بيني من كنز ديال مصر. لا لا ما عاودش تواصل معايا فين يتواصل معايا، ولكن راه كاين منه بزاف كيتواصل مع المغاربه. يلا صافت لي واحد في الواتساب غير البارح صافت لي واحد خونا كيهضر معاه نفس البلان. عليكم السلام يا حق نعمان، انا من مصر واخويا عبد الرحمن الله يرحمه كلمني عليك في المغرب وقال لي انت يعني قدها وقدود. احنا عندنا يا خاي خاي ما شاء الله قول بسم الله عندنا كنوز في الارض، يعني جيت اضرب الارض طلع لي كنوز حوالي 500 دينار وستمئات بسيف نار. عارف كيف كيهضر معاه كيف كتخلع في الاول كتقول انت السلام وعليكم درنا لاباس ردوا البال من الصعبه راهم اختيار واختيار في الانترنت. تحيه لكم جديد كما قلت لكم تراك قريب سميتو الحماق سيتي. الحماق سيتي عالم افتراضي اللي حنا عايشين فيه بطريقه كوميديا راب موسيقى نايضه شي حاجه جديده. اول تراك عندي في اوريجينال من بعد ارون مسؤول ومن بعد زرقاء غوته وجايه مفاجاه ديال واحد الالبوم اللي غادي يكون قريب ان شاء الله ما نحرقوش البلان. الموسم الرابع ديال برنامج سكيزوفرين غادي يطلق قريبا، واحد البرنامج اللي هو كنا لايحين السون ديالو راه كمل في الديكور كمل في كل شيء اللي هو ويك فليبس. برنامج اسبوعي حتى هو غادي تشوفوه في القناه ديالنا ما تزعدوش وما تزابوش. تسالي الله يعطيك الصحه اللي اختك خويا حفيظ قالت لي زلك واش تريني انا اجي واش تريني شنو واش شريتي على انس مشاتي واش شريتي ولا ترينيتي ولا شريتي انس مشاتي شويه غايبان انس مشاتي خويا هنا شي تراك ديال بصح يكون بحال بوز فلو بوز فلو. شوف تنطوا التراك وعطيوني الراي ديالكم واش نكملوا في هذا الشيء ولا نوقفوا ولا. تحياتنا الشراف هما اللي طلعوك اللي خطيهم شكرا لهم بزاف هما اللي طلعوني وليداتي هادو مجتمع عندنا مريض ما يعرف قيمه التعاون والتضامن مع الاخر كذا الانحدار الثقافي والسباق المترقي. ما كنتش نجاوبكم كامل غابو بول نوفو تراك بون شونس لارتيست لحد خويا امين اللي خطيك احسن امين واحسن مكتبه في العالم. تحيه لك خويا شكرا بزاف وما ننساش خيرك والكوراج ديالك يعني والتضامن ديالك معايا في بزاف ديال الامور. الخبر في راسك شكرا لك بزاف. شكرا للمتتبعين الكرام ديالنا في لاباج. تحيه لهذوك اللي كيحملونا شو داخلين كيتفرجوا وكيقول لك انت شنو عطيتي وانت ضيعتي من وقتك باش تفرج فيا وفي الاخر كتقول لي انت شنو عطيتي عطيتك لايف عطيتك لايف مسخوت الاول ها كنضحكوا معكم. تحيه لكم شكرا لكم بزاف نتلاقاو ان شاء الله في قريب عاجل توحشكم ونكون نطلع لكم باللايف. باي باي.